في فيديو النهاردة هنتكلم عن ملكة الإغراء الفنانة ناهد شريف، وهنكشف ليكم عدد أزواجها وأسرار كتير عنها الكتير مننا ما يعرفهاش. لكن قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. تابعونا بعد الفاصل. اسمها الحقيقي سميحة زكي النيال. اتولدت سميحة في محافظة بني سويف يوم 1 يناير سنة 1942 وتوفت يوم 7 يناير سنة 1981 وكان عندها 39 سنة لما توفت. عاشت ناهد شريف معظم حياتها يتيمة الأب والأم، وده لأن والدتها توفت وهي عندها 9 سنين، وبعد كده والدها توفى وهي عندها 14 سنة. ناهد شريف كانت بتحب الغناء وكانت متأثرة بأم كلثوم، وكان حلمها تكون مطربة، لكن أقنعها مدير التصوير وحيد فريد إن ده مش مناسب ليها وإن الأنسب إنها تكون ممثلة. وفعلا اكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس سنة 1958 وقدمها في مجموعة من الأفلام. زادت شهرة الفنانة ناهد شريف في فترة السبعينيات، وقدمت في الفترة دي حوالي 60 فيلم، ومن أشهر أعمالها فيلم الخدعة الخفية مع الفنان عادل إمام والفنان فريد شوقي، وفيلم الأزواج الشياطين مع الفنان عادل إمام والفنانة مديحة كامل. اشتهرت الفنانة ناهد شريف بتقديم أدوار الإغراء، واعتمدت على جمال ملامحها الشرقية وخفة دمها. أزواج الفنانة ناهد شريف: اتجوزت الفنانة ناهد شريف 3 مرات. أول مرة كانت من المخرج الشهير حسين حلمي المهندس اللي كان أكبر منها ب 30 سنة، ورغم فرق السن ده وافقت ناهد شريف على الجواز منه على أمل أنه يساعدها على الشهرة والنجومية، لكن جوازها منه ما ادهاش النجومية اللي كانت بتتمناها، لكن ادها حبه وقلبه حتى أنه وقع في غرامها. كمان ناهد شريف لقت فيه حنان الأب اللي اتحرمت منه من صغرها لدرجة أنها كانت بتناديه بدادي، لكن جوازهم ما استمرش مدة طويلة وحصل الطلاق بعد فترة قصيرة من الجواز. ولما اتسألت الفنانة ناهد شريف عن سبب طلاقها من المخرج حسين حلمي المهندس، قالت ناهد: أنا بقدر الأستاذ حسين حلمي المهندس، لكن الحياة الزوجية استحالت بينا بعد انعدام التفاهم، عشان كده قررنا الانفصال بهدوء وكل منا يحمل الحب والاحترام وأجمل الذكريات للآخر. وبعد طلاقها من المخرج حسين حلمي المهندس ما كانش عندها أمل إنها تعيش قصة حب جديدة، ولأنها جميلة ورقيقة قرب منها كل نجوم السينما وقتها، ومن بينهم الفنان كمال الشناوي اللي كان أكتر المقربين ليها، ورغم إنه كان أكبر منها ب 25 سنة إلا إنها شعرت بالحب والحنان معاه ووقعت في غرامه من أول مشهد مثلته معاه في فيلم تحت سماء المدينة، لكن ما قدرتش تبين حبها ده لأن الفنان كمال الشناوي نجم كبير وأجمل نجمات السينما كانت بتتنافس عليه، لكن ناهد ما قدرتش تكتم حبها لكمال الشناوي فترة طويلة لدرجة إنها اتصلت بيه وطلبت منه إنها تقابله، وسألته ليه الراجل هو اللي بيتقدم لطلب الجواز من الست، فقال لها كمال: ده يعتبر تكريم للست وإنها بتكون صاحبة الرأي والاختيار. وهنا كمال الشناوي فهم غرضها من السؤال وعرف إنها بتحبه، لكن كمال كان متجوز وقتها فطلب منها وقت يفكر، وبعد كده انعكست الآية وصارحها كمال الشناوي بحبه وطلب منها مشاركته بطولة فيلم نساء الليل، وكان هو منتج الفيلم والبطل قدامها، وحقق الفيلم نجاح كبير جدا وخدت ناهد شريف جائزة التمثيل الأولى في الفيلم ده. وبعد الفيلم اتجوزت ناهد شريف من كمال الشناوي، لكن كان شرط كمال الشناوي ان الجواز يكون في السر بحكم انه متجوز، فوافقت ناهد انها تكون الزوجة التانية لانها بتحبه، وعاشت معاه في سعادة كبيرة. وقالت ناهد ان حبها لكمال الشناوي اقوى حب في حياتها، لكن بعد مرور 6 سنين تقريبا من جوازهم حست ناهد شريف بالملل لانها كانت نص زوجة وبتعيش نص الوقت مع جوزها، وخيرت جوزها كمال الشناوي وقتها اما انه يعلن جوازهم او ينفصلوا، وفعلا حصل الطلاق بينهم بعد جواز استمر 6 سنين. وبعد الطلاق سافرت الفنانة ناهد شريف للبنان وتعرفت هناك على ادوار جرجيان في مالها ليلي، ورغم انها مسلمة وهو مسيح الديانة الا انها وقعت في حبه واتجوزته جواز مدني وانجبت منه بنتها الوحيدة لينا او باتريسيا سنة 1976. وكانت ظهرت اشاعات كتير قالت ان ادوار سرق فلوسها وسابها في مرضها وحيدة، لكن بنتهم لينا نفت الكلام ده وقالت ان والدها ما تعرضش لمال والدتها وانه من حبه ليها ما اتجوزش بعد وفاتها. النهاية الحزينة للفنانة ناهد شريف: قال الفنان كمال الشناوي ان بعد سنين من طلاقه للفنانة ناهد شريف اتفاجئ انها عايزة تقابله ضروري، وفعلا راح قابلها
وصرحته ناهد وقتها انها مصابة بسرطان الثدي، وان الدكتور قال لازم تسافر السويد خلال 48 ساعة. وقال كمال الشناوي انه اخد الورق منها وراح مكتب رئيس الوزراء وقتها الدكتور فؤاد محي الدين، وما قدرش يستنى لما ينهي اجتماعاته فاقتحم عليه المكتب. لكن لما رئيس الوزراء عارف الموقف التمس له العذر واداله موافقة العلاج على نفقة الدولة. وفعلا سافرت الفنانة ناهد شريف وعملت جراحة ناجحة هناك لاستئصال سرطان الثدي، ورجعت القاهرة ونسيت انها مريضة وبطلت تاخد الدواء، فتعرضت صحتها لانتكاسة. وقال الفنان كمال الشناوي انه عمل لها اجراءات جديدة عشان تسافر المرة دي لندن، ووصلها للمطار، ولما رجعت من لندن عاشت ايام قليلة لحد ما توفت. وبكى الفنان كمال الشناوي تحت قدميها بسبب حزنه الشديد عليها وحبه ليها. فيديو النهاردة خلص، لكن لسه اسرارنا مخلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.